فجر حزب الله والجيش السوري نفقين في الزبدان بريف دمشق الغربية يتفرعان من النفق الذي فجر قبل أيام والذي يمتد من سهل الزبدان باتجاه مضايا وكان يستعمله المسلحون للتنقل والإمدادات. وعرضت قناة المنار مشاهد من داخل الأنفاق قبل تفجيرها تظهر مساحات وامتدادات كبيرة للممرات تحت الأرض التي سيطر عليها حزب الله والجيش السوري وجالت فيها الكاميرا. وقد فخخ حزب الله والجيش السوري الأنفاق بعد تصويرها. إشارة إلى أن مصادر عسكرية سورية قالت إن السيطرة على مدينة الزبدان أصبحت مسألة وقت، وأن المرحلة المقبلة بعد أحكام الحصار على المدينة هي التقدم عبر الأبنية والسيطرة على شوارع المدينة.